أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركب
منه
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر
إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
صدق الله